يسعد مساء الجميع، واهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا بجميع المواليد ومولود غدا. من هو مولود 8 نوفمبر؟ بعدنا بالعشريه الثانيه للعقرب، اسبوع العمق. يفضل هذا المولود ان لا تتدخل الناس بشؤونه الخاصه ولا تعطي نصائح عن طريقه حياته. ما بحب حدا يتدخل بحياته أو يعطوه أي نصائح أو إرشادات أو يقولوا له ليش عايش بهالطريقة أو بهالطريقة أو هيك لازم تعمل. لا يقبل الانتقادات إطلاقا، يريد الحياة بمنظار مختلف عن الآخرين. لا يحب الارتباط أو التقرب من الناس، عنده مشكلة بالارتباط والتقرب لأنه في الطفولة عانى من ابتعاد الناس أو الأحباب عنه أو عائلته لسبب أو لآخر، كان في نوع من التراما أو المعاناة. من الصعب أن يثق بالناس، لا يعرف التخلي عن الأمور الماضية البعيدة أو الأحداث الحزينة بحياته، بضل يتذكر الحزن، بضل يتخيل الآلام، بضل تزعله، ممكن تزعجه إذا تركوا حبيب أو حبيبة، ممكن لفترة طويلة يضل يتذكر هدول الأشخاص دون أن يعيش باليوم الحالي، دائما عايش بالأحداث القديمة. يصعب التفاهم مع هذه الشخصية لأنهم سريون للغاية، يحبون السيطرة على الأمور والكرم ليس من طباعهم. لما بيروحوا بيتسوقوا ما رح يدفعوا أبدا سعر كامل، لازم يكون كله على التنزيلات أو الأوكازيون أو يعمل شوبينج على أرخص الأسعار. يتفق مع الحمل، لا يتفق مع الجوزاء في الحب. ألوانه الأحمر والأزرق، أيامه الثلاثاء والسبت. عزيزي وعزيزتي، مولود 8 نوفمبر، كل عام وأنتم بألف خير وصحة جيدة، وإن شاء الله أموركم بتكون جيدة بكرة وعندكم سعادة وهناء ومحبة. شو مخبي لكم بكرة يا ترى؟ وما هي الأشياء اللي ممكن يتكشف عليها غدا؟ عزيزي وعزيزتي العقرب مواليد غدا، بعض الأمور اللي تتعلق باللقاءات، بالاجتماعات، ندوة، حفلة، وجودكم مع ناس ممكن بكرة يكون من الأيام اللي حتقضوا فيها وقت جيد. في أمينكم ممكن هالندوة أو هالاجتماع يكون داخل عملهم أو بالعمل أو مع ناس يشتغلوا معهم، ممكن يعملوا لكم حفلة بالعمل، شيء داخل العمل، أو ممكن هالشي يكون أيضا داخل البيت. أموركم جيدة بكرة، أوضاعكم جيدة، عندكم إحساس إنه حابين تكونوا لوحدكم، في شيء مزعلكم، ناطرين اتصال بجوز يتأخر. تحية طيبة لكم، كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. عزيزي وعزيزتي الحمل، ما هو تأثير رقم 8 ورقم 1 عليكم بكرة؟ رقم 1 هو رقم الحمل، رقم القيادة، رقم 4 هو أيضا رقم الحمل. خلينا نشوف شو تأثير رقم 1 عليكم غدا. حمل بكرة، لقاءات كتيرة، أخبار كتيرة، أشياء بتتعبكم، أشياء بتسعدكم، في أشياء رح تزعلكم، الزعل شوي منه كتير جايز لأنه في أشخاص بيوعدوا وما بيوفوا، في أشياء متأخرة عندكم، ناس ناطرة أوراق، ناطرة هجرة، ناطرة سفر، الأمور مش عم تمشي بسهولة بهالفترة. بكرة من الأيام اللي ممكن يجي اتصال رفض أو ناقص أوراق، اللي عنده محكمة بكرة بده ينتبه، بجوز بده معلومات أكتر أو بجوز المحكمة ما تكون على كيفه، إذا قدرتوا تأجلوا اليوم فبيكون أفضل لكم. حمل أموركم بشكل عام لا بأس فيها، بس أنتوا حزينين، عندكم بعض الحزن بالعائلة لسبب أو لآخر بين السرطان وغالبا مع الحمل. بالتوفيق إن شاء الله. عزيزي وعزيزتي الثور، شو مخبيكم بكرة؟ ما هو تأثير رقم 8 ورقم 1 على الثور غدا؟ الثور بكرة أموركم في العاطفة والعلاقات العاطفية مش كبيرة قوية، أما على صعيد المادة والمال فيوم جيد للنجاح، للمال، للأمور المادية الجيدة، لإمضاء عقود، لاستثمارات. من ناحية الناس والتعامل مع الناس غدا ليس الأفضل، بكرة بتكون تتروا شوي، بعض الأمور منا كتير ماشية على ذوقكم أو أنتوا تأخرتوا لحتى تحسموا هذه الأمور، مما أدى إلى تأخير قد يؤدي إلى خسارة إما في العاطفة أو في الحب أو في المال.
اتصالات جيدة بتجيكم بكرة، لقاءات واعدة، جدول مواعيدكم ممكن يتعبى بكرة للأسبوع القادم. يوم جيد للثور، بالتوفيق إن شاء الله. عزيزي وعزيزتي الجوزاء، يا ترى شو مخبالكم بكرة وما هي الأمور اللي عم تحصل معكم غدا؟ جوزاء بكرة عرض إيجابي وجيد يأتي من حب جديد أو حب قديم أو حب حالي. بمعنى شو ما كان وضعكم مع الحب فهناك عرض قادم، يا أما الحبيب أو الحبيبة اللي معكم رح يعطوكم عرض أو يسهلوا الأمور من بعد ما كانوا غير متجاوبين، يا أما حدا من الماضي رح يعطيكم عرض أو حب جديد سيطرق الباب. شو ما كانت الأمور، اليوم جيد، العلاقات إيجابية، طاقتكم جيدة بكرة، علاقتكم مع الميزان، الثور والسرطان جيدة. جوزاء، اتصالات إيجابية، نجاحات، نجاح على صعيد الدرس لفئة منكم بشكل كتير كبير، نجاح على صعيد الأمور العملية ومخططات وسفر، وهناك نجاح مادي بيتكشف لكم بالأيام الجاية. العائلة جيدة، الناس بحاجة لكم بكرة، جربوا لبوا الأحباب أو عملوا سهرة لطيفة مع الأصدقاء، بالتوفيق للجوزاء. عزيزي وعزيزتي السرطان، ما هو تأثير رقم 1 ورقم 8 عليكم أيضا؟ السرطان برج قيادي، رقم 1 لازم يناسبه. يا ترى شو مخبي لكم بكرة سرطان؟ اليوم المفروض كان عندكم نهار جيد ولكن حافل بمخططات كتيرة وتغييرات. بكرة النهار متمم، أخف قلق ولكن النتيجة 100% إيجابية. أوكي؟ لقاءاتكم مع شباب من عمركم، إذا كنتوا شباب أو كنتوا أكبر بالعمر، هناك لقاءات جيدة، أنتم مركز للتقدير. اوكي، حاطينكم بالوسط وهالناس اللي حواليكم عم تقدركم او عم تحس انه لكم قيمة خاصة ومعينة وهم بحاجة لكم. كنتوا عم تسعوا كتير لتوصلوا هالمكان، هلأ وصلتوا لهالنوع من العلي او الرقي او المكان او عمل او علاقة او شو ما كانت الظروف، وحتى لو كان معنوي. نهار جيد رائع جدا لكم، شوي صغيرة متعب ولكن سرطان غدا، اطلب تعطى ونهار تحقيق الأماني والأشياء اللي كنتوا عم تحلموا فيها بالأيام الماضية بكرة رح تحققوها. بالتوفيق إن شاء الله للسرطان، وألف مبروك على الأمور والتغييرات الجيدة والحافزة اللي عم تحصل معكم. الأسد، إن شاء الله يكون الأسد وكل الأبراج مثل جارون السرطان. عزيزي وعزيزتي الأسد، يا ترى شو مخبالكم بكرة وما هي الأمور اللي عم تحصل معكم غدا؟ الأسد غدا صراحة أجمل وأفضل من الأيام اللي مضت. مشروع يعرض عليكم أو شيء أنتوا بتخططوا، بداية جديدة لعمل، لمشروع، لفكر، لتسديد الديون، لأمور جيدة بالنسبة لألكم. أي نعم، مرق عليكم فترة صعبة، كان في المال غير كافي، ممكن ناس مش عم تساعدكم أو مال راح من إيدكم أو ضاع، ولكن الآن عم بلشوا تعملوا أفكار جديدة، اختراعات جديدة، عم بلشوا تختلقوا فرص جديدة. إن شاء الله بالتوفيق لألكم عزيزي وعزيزتي الأسد. نهار جيد لألكم بكرة، نهار قرارات حيعود عليكم بفوائد للأسابيع القادمة، إيجابية جيدة. طاقتكم بدنا نغيرها شوي، بنخليها إيجابية. شوفوا شو في عالمية العشب والحياة ممكن يفيدكم وتستخدموه لمصلحتكم، إن كان للمال أو للأعمال أو لأمور أخرى. بالتوفيق إن شاء الله. عزيزي وعزيزتي العذراء، عملوا اشتراك، شير ولايك وسبسكرايب، علقوا الجرس ليجيكم إشعال بث مباشر. بحب يعمل معي قراءة خاصة، www.mjtarot.com. بعد حجز القراءة وشراء القراءة الخاصة نقعد مع بعض ونحكي بتفاصيل أكثر عن العذراء، وهيك بيكون one on one، يعني أنتوا وأنا وأسئلتكم الخاصة.
عذراء يوم رائع جيد جدا، رقم 8 ورقم 1، وهذه الأرقام متفائلة معكم بشكل كتير جيد. عندكم اتصالات، تحديد لمستقبل، علاقتكم مع السرطان جيدة، علاقتكم مع العالم جيدة، انتبهوا على صحتكم، تخبيص بالأكل، سكر وحلويات زيادة، مش عم تشربوا مي، صحة جيدة. بس أنا عم بعطيكم التحذير من اللي عم بخبروني الورق. علاقتكم مع العائلة جيدة، نزهة بتروحوا فيها أو بتقضوا مع العائلة وقت. التفاهم مع المراهقين داخل المنزل صعب شوي بهالفترة. أوكي؟ عندكم ناس بالجامعة، عندكم ناس مراهقين، مش صغار، الأكبر عمرا. التفاهم بهالفترة صعب جدا، كل واحد عم بجر الأشياء لصالحه وإلى طرفه، أنتم مش عم تعرفوا كيف بدكم تتصرفوا. المحبة طاغية، مفروض يكون في عندكم حماس وحزم أكثر. أما باقي العذراء فنهار جيد ورائع، عيدكم ذهب بكرة عذراء، اطلب تعطى، بالتوفيق إن شاء الله. الحبيب اللي راح نسو لن يعود، أوكي؟ وما في داعي حتى إنه يعود. عزيزي وعزيزتي الميزان، شو مخبي لكم بكرة؟ اعملوا اشتراك وعملوا مشاركة وعملوا إعجاب، علقوا الجرس ليجيكم إشعار البث المباشر، شاركوا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لتعمل فائدة على الجميع. ميزان، وين روحتوا المصاري؟ كان في جايكم مصاري راحت، وين راحت؟ صرفتوا الدين، وفيتوا دين، صرفتوا المال، راح المال بسرعة مثل ما أجت بخر هيك، قوام قوام بسرعة بسرعة. على كل الأحوال إن شاء الله بيكون صرف بالأماكن اللي لازم يصرف فيها. الوضع العام جيد، بكرة العمل بدنا ننتبه من الخديعة، خديعة إما بشي كنتوا لازم تطلعوا فيه أو تترقوا فيه، ممكن بدون يعطوه لحدة تاني، أو بتسمعوا خبر إنه بدون يعطوه لحدة تاني، انتبهوا بكرة. أسراركم خليها معكم ميزان، ما تخبروا أسراركم لحدا، ما فيش داعي أنه الناس تعرف كل شي عنكم، ما تكونوا كتاب مفتوح، أعدائكم مترابصين فيكم، في ناس حواليكم ناطرة تستغل الفرص. اتصال بيجي بكرة منه كتير سعيد بخصوص أو خبر اللي ناطرين ولادة أو حابين يكون عندهم حمل بهالفترة، بدون يصبروا شوي، الوقت غير مناسب. ميزان، يومه بيمرق، الأمور بتخلص، ما تعتلوهم، إن شاء الله اليوم اللي بعده بيكون أفضل. عقرب، عزيزي وعزيزتي العقرب، شو مخبي لكم بكرة؟ وما هو تأثير رقم 1 ورقم 8 عليكم؟ كل عام وانتم بخير أيضا. مرة تانية لمواليد بكرة، عملوا اشتراك، عملوا مشاركة، عملوا إعجاب، ما تنسوا تعلقوا الجرس ليجي إشعار البث المباشر، ما تنسوا تشاركوا بالفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة. واللي بحب يعمل معي قراءة خاصة بليز يشتري على موقعي www.mjtarot.com. بالتوفيق للجميع. عقرب، غدا أمور رائعة بالنسبة لكم، الفكر صاحي ورايق، صار لي فترة ما شفتكم رايقين. حبيب يعود من الماضي جاي بسرعة بسرعة، بده جواب، طليق طليقة، حبيب حبيبة، عودة عودة عودة، راكدين راكدين راكدين، ما بعرف ليش مستعجلين مستعجلين، رح ينصدموا انه انتو رايقين ومش مستعجلين، رح توقفوهم تقولون لحظة شوي، الامور ما مشيت قبل هلأ كتير منيح، اوكي، بدي اعرف شو اللي خليكم ترجعوا، هذا اللي رح يصير. طبعا هذا الكلام لفئة منكم مش لكل الناس. اما باقي العقرب بكرة فقاعد ملك وملكة على متوجين على عرش، يوم جيد ورائع بالنسبة لكم، أخبار جيدة، اتصالات جيدة، أشياء حماسية عم تفكروا فيها لتعملوها للمستقبل، أموركم رائعة بكرة مع العائلة مع البيت، الناس كلها بدياكم بكرة، كبريائكم شوي عالي، معلش جربوا ما تشوفوا حالكم على حدا، خلي الأمور طيبة، بالتوفيق للعقرب إن شاء الله. عزيزي وعزيزتي القوس، ما هو تأثير رقم 1؟ مفروض يكون إيجابي عليكم لأنه أنتوا رقمكم 10 مشي للصفر بيصير 1. وما هو تأثير رقم 8 عليكم أيضا غدا؟ القوس بكرة شايف منام مقلقوا شوي، زعجكم، ما عارفين شو بدكم تعملوا بهالمنام، ذكريات حب وعاطفة قديمة زعجتكم،
الحبيب ترككم أو أنتوا تركتوا حبيب قديم ليس حبيب حالي، مش عارفين كيف تكون تتفاعلوا مع هالوضع، بتحسوا أنه توأم روحي أو شريك شعل، توأم شعلة، شو ما كنتوا بتحسوا هو فعلا كان توأم روح وتوأم شعلة، ولكن للأسف العلاقة راحت باتجاه الحموضة. فالأمور الجاية بالنسبة لكم من بعد الذكريات أفضل، نهاركم جيد، عندكم لقاءات جيدة، عندكم حب جديد، عندكم لقاء مع الشريك الحالي، وهناك أمور رائعة وأخبار بتجي لكم بسرعة بحاجة لكم بكرة. قوس يوم جيد ورائع، إيدكم ذهب، اطلب تعطى بكرة قوس، يوم على الهدوء النفسي، يوم على الهدوء العائلة، لقاءات جيدة، أنتم محض اهتمام بكرة، بالتوفيق إن شاء الله. جدي، عزيزي وعزيزتي الجدي، رقم 8 هو رقمكم، رقم 1 هو رقمكم، خلينا نشوف رقم 8 و1 شو مخبي لكم بكرة. الجدي غدا جايته أخبار واتصالات وتغييرات إيجابية رح يحدد فيها مخططات لحياته بالأيام الباقية. مطلوبين بهالفترة، منشودين، الناس عم تروح برات طريقة لتسأل عنكم أو تتصل فيكم أو لتحكي معكم، بدأ منكم نصيحة. أوكي، بهالفترة عم بحسوا أنه عندكم شيء بدكم تعطوني لهالناس، لا تبخلوا عن الناس بالنصيحة، حاولوا تكونوا صبورين شوي، بعض الأمور اللي حابين تسيطروا عليها مش عم تزبط كتير. كفة العدالة معكم، اتصالات كتيرة لإلكم، وضعكم المادي في تحسن واستقرار من هلأ لنهاية السنة، اتصالات بخصوص الحب، العائلة، المال، ولقاءات جديدة، أحلام عم تحلموا فيها، عم تستغربوا شو عم بيصير، ممكن أحلام عن أصدقاء أو ناس كنتوا تعرفوهم قبل، وهذا الحلم إيجابي وجيد، بدل على أنه الناس بحاجة لإلكم. صديق أو حبيب من الماضي يعود، وأنتوا بتقرروا إذا بتاخدوه مرة تانية أو لا. القرار ملك لإلكم وبإيدكم، ولكم حرية الاختيار التام، بالتوفيق للجدين. عزيزي وعزيزتي الدلو، ما هو تأثير رقم 8 ورقم 1 عليكم غدا، وما هي الأمور التي ستجري معكم بكرة؟ الدلو بكرة يوم الانعكاس الداخلي، يعكس على داخليتكم ولقاءاتكم مع الناس، في تحديد لأشياء حابين تعملوها خصوصا بالمال، نوعدتوا بشيء ولم يتنفذ، أو ناس أخلوا بوعودهم وما اجوا على الموعد، او ما عملوا اللي كان لازم يعملوا. ما تعتلوا هم، جايكم ناس تانيين ولقاءات جديدة واعمال جديدة، رح تنفذوا كل شيء بدكم اياه. اخبار جيدة تأتي لكم، واتصالات وتوثيق اوراق وتوقيع عقود ومال جاي لكم، واشعارات ايجابية بمال ومساعدة، نجاح على صعيد البورصة، على صعيد البنوك، على صعيد الاعمال، هدايا جاي لكم، فئة منكم بدها تشتري بيوت وعندها عقارات، حكي كتير 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 للدلو اللي بحب يعمل قراءة خاصة، www.mjtarot.com، خبركم اكبر بعد، اكتر 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 بكتير، بالتوفيق ان شاء الله. عزيزي وعزيزتي الحوت، واخيرا صرنا عندكم، بليز اعملوا مشاركة، اعملوا اعجاب، وشاركوا الفيديو على التواصل الاجتماعي لحتى تعمل فائدة على الجميع. يا ترى شو مخبي لكم بكرة؟ الحوت، بالايام الماضية كنتوا كتير حساسين، كنتوا خايفين، كان عندكم شعور بالوحدة، او يانين هلا، او يانين كتير، ما عم تعرفوا شو بكون تعملوا بخصوص شريك او حبيب، محيركم، ساعة بدي، ساعة ما بدي، ساعة بدي اخنقه، ساعة بدي احبه، قرروا شو بدكم تعملوا، لانه قادم لإلكم، غدار، ما بحب يقلكم شو بيفكر هالحبيب او الحبيبة او الشريك او الشريكة، وفجأة بيقلب عليكم، ولكن الحب موجود. خدوا حذركم من ناحية المال، في امور بدكم اياها بقلب البيت للصرف للعائلة، عم تصرفوا اكتر ما عم تكسبوا، انتبهوا، قرارات بالمحكمة نجاح لإلكم، اي حدا عنده قرار بالمحكمة، استمعوا إلى أحلامكم والحاسة السادسة، علاقة حب جديدة مع الحمل أو الأسد، بالتوفيق إن شاء الله. واللي داخل علاقة ثلاثية عنده بعض اللخبطة ومش عارف شو بده يعمل بهالشريك أو الحبيب. عزيزي وعزيزتي الحوت وكل الأبراج، بالتوفيق لكم، إن شاء الله يكون
يوم غدا الجمعة من الأيام السعيدة، وجمعة مباركة للجميع. أحبكم كتير. باي.